يهمنا برضو احنا شايفين في مجهودات كبيره، يعني سواء من وزاره التضامن سواء من وزارات اخرى، يعني مثلا عندنا موضوع المشروعات الصغيره والمتوسطه والجهاز اللي اتعمل اللي ضم تحتي الصندوق الاجتماعي ومركز التدريب الصناعي وغيره. هل في تكامل ما بين كل الجهات دي بحيث يعني حضرتك كنت بتتكلم على قاعده بيانات، النهارده ما نقدرش نعمل حاجه من غير قاعده بيانات. طيب لما يبقى في كل جهه شغاله في برامج، هل في تكامل ما بين كل الوزارات؟ بص حضرتك، احنا لما بنيجي نشتغل في تكافل وكرامه والناس بتتقدم لطلب دعم نقدي بننسق مع بقيه قواعد البيانات المرتبطه ببعضها دلوقتي. يعني هتيجي حضرتك السيده تقول انا عايزه دعم نقدي، فانا جوزي مسافر او جوزي موجود بس ما بيشتغلش او جوزي عاطل او بشوف قاعده بيانات الاحوال المدنيه متزوجه فعلا من الشخص اللي مذكور في الورق ولا لا، ومتزوجه امتى. بشوف كمان شهادة تحركات من الجوازات، جوزها خارج البلاد ولا داخل البلاد. بشوف مع مديرية الزراعة والجمعية الزراعية هل بيملكوا أصول زراعية ولا لا. بشوف في قاعدة بيانات التأمينات، ودي أهم قاعدة بيانات والأكبر في مصر، دي اللي بتبين لي هو مؤمن عليه، يعني بيعمل ولا لا يعمل. بنشوف أيضا في قاعدة بيانات المدارس الخاصة، ودي قاعدة بيانات مهمة جدا، لأن لو عندهم أولاد في مدارس خاصة ده معناهم أن عندهم دخل يسمح لهم بتغطية مصاريف المدارس الخاصة. فعندنا مجموعة قواعد بيانات ابتدت تكتمل إلى حد كبير. من أهم قواعد بيانات مثلا قواعد بيانات التليفون المحمول اللي بتبين إنفاق حضرتك الشهري على التليفون المحمول قد إيه، وبالتالي بنقدر نعرف لو إنفاق حضرتك بيصل لدرجات كبيرة من المبالغ نقدر إن إحنا نعرف ده معناه مؤشر إن حضرتك محتاج أو مش محتاج. كمان بنكشف في المرور سواء على مستوى المديرية أو على مستوى المركزي لو في عربية مسجلة باسمك أو جرار أو مقطورة، وبالتالي هذه العمليات اسمها عمليات التحقق كل شهر بنعملها. يعني ممكن حضرتك تدخل بورقة مزورة البرنامج لأي سبب، تتحايل لأي سبب، ولكن في كل شهر بيتم مراجعة المستفيدين والاستحقاق من خلال مراجعة قواعد البيانات، وبيتعاون معنا في كده الرقابة الإدارية، عندهم قواعد بيانات مجمعة من أكثر من جهة في الدولة، وكل وزارة مكلفة ضمن هذا البرنامج الكبير لتوحيد قواعد البيانات إنها تستكمل قواعد البيانات بالرقم القومي، لأن وزارات كثير عندها قواعد بيانات بس مش مستكملة بالرقم القومي، وبالتالي بيبقى صعب استخدامها. فيما يخص المشروعات الصغيرة والتنمية بشكل عام، بالتأكيد في رؤية واحدة للحكومة، هذه الرؤية كانت واضحة ومكتوبة في برنامج الحكومة. احنا قايلين انه فرص العمل هتيجي مثلا من المشروعات القوميه الكبرى نسبه منها، ومن المشروعات الصغيره، ومن المشروعات متناهيه الصغر، وفي تنسيق كمان مع البنك المركزي. المبادرات اللي بيقوم بيها البنك المركزي مبادرات مهمه جدا علشان تيسير التمويل واتاحته للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، وبالتاكيد مع جهاز المشروعات الصغيره. ففي تنسيق، وفي مجموعة اقتصادية بتشتغل مع بعض، وفي مجموعة اجتماعية بتشتغل مع بعض، وكلنا بنشتغل تحت مظلة مجلس الوزراء.